صباح الخير جميعاً، هذا فخر يكون معكم اليوم. بتشكر منظمي هالحفل جهاد حكيم وفريق عمله. طلب مني أحكي على الاقتصاد 2025. قبل ما أحكيكم بدي أول شيء أنا أكون مقتنع، هل نحن نقدر نرسم استراتيجية للخمس سنين القادمين؟ هل نقدر نرسم استراتيجية لأعمالنا الخاصة؟ هل نقدر نرسم استراتيجية لبلدنا؟ هل فينا نرسم استراتيجية للوضع الحالي بالمنطقة؟ هل فينا نشوف اقتصادات العالم وين متجهين؟ أكيد الجواب بذهننا هو لا. قبل ما أبتدي، ومثل ما بتعرفوا بأي رسم استراتيجية كثير مهم نقدر نرسم نقطتين. النقطة الأولى هو وين نحن، شو هو الوضع القائم هلأ اليوم حالياً بلبنان بالمنطقة وبالعالم، والنقطة الثانية وين متجهين أو وين نحن شايفين. بصراحة نحن كرجال أعمال ما أبداً وجبنا ولا نكون متشائمين ولا نجلد النفس، لأنه بنعرف نحن تعودنا على الوضع، بس نفس الوقت لازم نكون واقعيين وندرس الوضع القائم مثل ما هو لنلاقي استراتيجية لازمة. لازم نكون مقتنعين أنه لبنان اليوم عم بيمر من أصعب فترات من تاريخه الاقتصادي الاجتماعي السياسي الأمني. حتى إذا بدنا نعمل مقارنة أيام الحرب اللي تنذكر ما تنعاد 75-90، المشاكل اللي عم نعانيهم اليوم اقتصادياً واجتماعياً منهم أبداً من المشاكل اللي عانيناهم بالحرب الأهلية مرقت على لبنان. نحن لبنان اليوم عم بيكون ببركان بالمنطقة، هي بركي أول مرة من حرب العالمية الأولى عنا أربع حروب حوالينا، ولما نقول حروب عالمية، من حرب سوريا إلى حرب اليمن إلى البحرين إلى العراق إلى ليبيا. المشاكل القائمة عالمياً بين الدول الكبرى والولايات المتحدة وروسيا أكيد عم تتفاقم وعم تصعب، وأكيد حسب انتخابات أمريكا بسنة الجاي فيها تأخذ وجه جديد، وممكن كثير نتجه إلى حرب باردة جديدة إذا شخص من الكانديدات وصل على نهايته. أما بالمنطقة كمان في تغيرات جديدة، عنا عملاقين المنطقة كمان عم بيتباروا، وعم بيتباروا أكيد بعدة مناطق وخاصة بلبنان، ونحن بنعرف أنه هالتغيرات الكبيرة وعم سمي السعودية وإيران وتركيا صندوق البريد عم بيكون بالمنطقة وخاصة بلبنان. أما بلبنان المشاكل الداخلية السياسية رح أقول من جهة تعودنا لهم، بس من جهة تانية تعب قطاع الخاص، تعب قطاع الخاص يدفع ثمن هالصراعات الداخلية اللي ما بحياتها وصلت لنهاية. أنا قلت من 3 أيام كنا عم نعايد بعيد 30 تبع إنشاء تجمع رجال أعمال اللبنانيين، أنه نحن إذا بناخذ الخطابات اللي كنا نقولهم من 30 سنة ومنجيبهم اليوم، بس منغير التاريخ بعضهم الخطابات اللي كنا نقولهم من 30 سنة هن ذاتهم موجودين. كل المشاريع اللي كنا عم نقدمهم من 30 سنة هن ذاتهم، بعضهم المشاريع هن ذاتهم عم نقدمهم، بس لازم نغير التاريخ. وبقول كمان بحزن أنه نفس الأشخاص اللي كنا عم نخطبهم من 30 سنة بعضهم هن ذاتهم هن بعضهم موجودين وهن عم يتسمعوا لنا، وممكن يكونوا كمان يعطونا نفس الأجوبة الدبلوماسية اللي كانوا عم يعطونا إياهم. لكن نحن كقطاع خاص لبناني أكيد وجبنا نسابر، وجبنا دائما نلاقي الفرص الموجودة من ضمن هالركان. آخر شيء، نحن الاقتصاد التقليدي اللي انبنى عليه لبنان، اللي وبني على الصناعة والتجارة والسياحة والتبادل، أكيد هذا اقتصاد نحن متكمشين فيه ولازم ننميه ولازم نطوره. بس بسأل حالي وبسألكم، هل هالاقتصاد التقليدي اللي تعودنا عليه هو ذاته رح نقدر نبني عليه لل 25 سنة جايين؟ الجواب أكيد لا. نحن لبنان ما لازم نشوفه كاقتصاد تقليدي، لأنه لبنان هو كله سوى منه بلد تقليدي، فما بقدر نمديه على اقتصاد تقليدي. لازم نحافظ على اللي عنا إياه، لازم نمنى. نحن كشركات، وبلاقي كل هاللي موجود هون أنا أكيد بقدر يوافقني، نقاط القوة هاللي خلوا الشركات اللبنانية من كل القطاعات يوصلوا ووصلوا اليوم بأي نجاح كونوه، نفس النقاط القوة اللي كانوا موجودين من 5 أو 10 سنين تحولوا اليوم إلى نقاط ضعف. وكل شركة موجودة مهما كان قطاعها بدها تضل عم تبني على نفس نقاط القوة اللي هي انبنت لوصلت لليوم، لسوء الحظ عم يتعولوا على نقاط ضعف. إذا ما قدرنا نحن نبتكر ونغير طريق تفكيرنا ونغير إدارة شركاتنا، لما أقول إدارة بلدنا الاقتصادي، عنكون نحن عم نتجه إلى الوراء. اليوم الاقتصاد اللي اليوم عم نجرب نشوفه هو الاقتصاد
الابتكاري knowledge economy اقتصاد المعرفة. نحن اليوم كلبنانيين وكرجال الأعمال لازم نعرف شو هن عوامل نجاح القطاع الخاص اللبناني وشو هن عوامل نجاح رجال الأعمال اللبنانيين اللي موجودين بالعالم. أكيد مش ميلون لأنه أكيد في ناس أغنى منا، ما رح نكون الزكا لأنه الزكا موجود بالكل. أكيد نحن اللبنانيين مفكرين حالنا أذكى من غيرنا، لكن في ناس أذكياء غيرنا موجودين بالعالم. هو أكبر نقطة عنا إياها هي سعرة التأقلم. سعرة التأقلم اللي عنده إياها رجل الأعمال اللبناني منا موجودة بأي شخص تاني. نقطة تانية، رجل الأعمال اللبناني بيروح على الأمكنة وين غيره ما بيروح وبيسبقه. نحن أكيد فينا ننجح ببلدان وين في نمو كبير، لكن نحن بننجح بالبلدان الأكثر وين في مخاطر كبيرة. واليوم لعبة المخاطر هي اللي خلت القطاع الخاص ينجح. نحن بنعرف إنه المخاطر بلبنان ما يسمى بالسوفرين ريسك كان بسين الحرب عالي، لكن كان مردود على الاستثمار يتراوح بين 20% إلى 30%. هذا اللي سمح إنه الشركات الموجودة اليوم بكل القطاعات السياحي التجاري الصناعي المصرفي هن اللي قدروا يبنوا بالحرب. لكن اليوم المخاطر السيادية بعدهم نفسها لبل عم تتزايد، والمردود على الاستثمار عم بينقص. هذا ليش عم بيخلي رجال الأعمال يتجهوا على مناطق وين المردود عم بيكون أكتر، وعم نشوفهم بعدهم ليش راحوا على العراق، ليش عم يتجهوا على أفريقيا، عم يتجهوا على هالبلدين وين في نفس المخاطر لبل مردود أعلى. لبنان مثل ما قلت ما عاد بقدر نحن نحكي باقتصاده كاقتصاد التقليدي، اقتصاد المعرفة. وشفنا كيف صار في مذكرة 331 من مصرف لبنان هذه صارت تشتغل أكثر على المعرفة. وأنا اليوم عم بدعي اليوم كل شخص كل ريادة يشتغل على أفكار وابتكار جديدة. الاقتصاد اللبناني واقتصاد المنطقة وحتى اقتصاد العالمي ولا يمكن يبقى مثل ما كان من 15 سنين. نحن شفنا أنه أول شيء إذا نبلش باقتصاد المنطقة العربية بسعر بترول نزل بأسعار كتير واطية ورجع علي تقريبا على 50، وحسب المراقبين رح يضل على الأسعار. فمنبلش نشوف أنه اقتصاد المنطقة ما رح يبقى يقدر ينبنى بس على النفط، لكن رح ينبنى على أفكار جديدة، على شركات ريادية، على إخلاء وشك شركات كبيرة. هيدا النقطة الأولى. إذا نطلع شوي على أمريكا اللاتينية وعلى العالم بنشوف البلدين البريكس اللي كانوا أكيد مسؤولين على نمو مهم بالمنطقة، بلدين البريكس حتى بلش قسم منهم يتغير ويعيد هيكليته. هذا يعني رح يكون في فراغ معين وفي محل لشركات جديدة حتى صغيرة وأفكار تقدر تخرج. وهذا الخرق نحن كرياديين كرجال أعمال منفتش عليهم بالمنطق. إذا كل المنطقة كانت ماشية بنمو معين وشفناها بأيام تانيين ما كان فينا نلاقي محلنا. لكن محلنا اليوم كرياديين لبنانيين هو بأفضل طريقة، هو بهاللي عم يكون فيه اليوم. شرط أنه نكون مبدعين، شرط أنه ناخد أفكارنا نطبقهم، نلاقي شركة يقدروا يدعمونا ونقدر نكبرهم إلى العالم. هذا بيخذني على النقطة الثالثة، أنه لبنان ما فينا نشوفه كاقتصاد جماهيري. نحن مش تركيا، نحن مش مصر، نحن مش اقتصاد سوريا ما قبل الحرب، نحن اقتصاد صغير، نحن اقتصاد ما نسميه مختبر اقتصادي. مختبر اقتصادي هو وين نبتكر الأفكار، وين مندرب أحسن موارد بشرية عنا إياها، وين منجرب نبني أداء معين بإدارة شركاتنا. بس أول ما ننجح كثير مهم نقدر نطوره، نقدر نطوره ونظهر على المنطقة. نظهر على المنطقة أكيد نحن عنا انكماش كتير مهم بأخوتنا بلدان العربية اللي التبادل التجاري بينه وبينه المتكمشين فيه ولازم ننميه ونحافظ عليه. لكن نحن ما فينا نطلع بس بقارة واحدة لكن بكل القارات. نحن اليوم الانفتاح اللي عنا إياه على أمريكا اللاتينية، وأنا بعدني جاي من برما إلى أمريكا اللاتينية وين برما المكسيك والبرازيل والباراغواي، وشفنا القوة قطاع الخاص اللبناني الموجود. حسب السلطات الدولية الموجودة بأمريكا اللاتينية بيقولوا لكم إنه اللبنانيين مسؤولين ب 20% من الناتج المحلي بأمريكا اللاتينية، طاقات كتير كبيرة، وعم بيفتشوا بشركات مع شركات لبنانية. أكيد مش فقط بلبنان لأنه بلد صغير، لكن على المنطقة. اليوم أفريقيا 36% من الناتج المحلي بلدان أفريقيا مبني على قطاع من شركات لبنانية مقيمة بأفريقيا. فأنا عم بحكي إنه لبنان إذا نطلع عليه كمختبر اقتصادي منبني فيه، نبتكر، منجرب. ما ننسى إنه اليوم المضاربة الشرسة اللي متعلمها بلبنان ما منلاقيها بأي بلد.
اليوم هل يعني بيقدر ينجح على بلد في 4 مليون شخص وتم ناخذه على بلد في 100 مليون وبيعمل نفس النتائج؟ تصوروا قديش بده يكون مردوده. أكيد أنا بطلب وبناشد الشركات يضلوا موجودين بلبنان، لكن لازم يكون عندهم انفتاح إلى العالم. مهما صار بالمنطقة إذا ما بلشنا نغير طريقة تفكيرنا ومشينا على ما تسمى 3Ds. 3Ds يعني Development, Diversification and Delegation. Development يعني التطور. إذا ما طورنا طريقة تفكيرنا، إذا ما طورنا منتوجنا، إذا ما طورنا أشخاص اللي نحن معهم، إذا ما طورنا طريقة تفكيرنا، لسوء الحظ شركاتنا وقطاع الخاص عيش على ورا. وبعطي دائما مثل إنه نحن ماشيين معلق بظهرنا رسور، كل ما بنقرب كل ما الرسور بيشدنا أكثر، لكن إذا وقفنا بده يشدنا بطريقة أصعب. بالنهاية مجبورين نحن نتميز. التميز اللبناني كتير مهم، وهيدا اللي بسميه نقاط نقاط النجاح اللي كتير مهمة. نتميز بطريقة تفكيرنا، بالبنى الحقيقية اللي عنا إياها بشركاتنا، وأكيد بالموارد البشرية اللي لازم نعطيهم قسم من مسؤولياتنا. وكمان من هذا المنبر بناشد كل رأس الشركات يعرفوا كيف يوزعوا الأدوار ليقدروا هن يتجهوا إلى مناطق جديدة ويسلموا اللي نجحوا فيه اليوم لجيل جديد من الشباب الموجودين. وعم بحكي هون بالشركات العائلية أو الشركات الكبيرة. طلبني أحكي بعشر دقائق، بحكي سبقت دقيقتين أو بعد عندي إيه هون دقيقة. بهالدقيقة رح أنهي لكم أنه ما في شك أنه المرونة، ما تسمى بالمرونة بالإنجليزي resilience، بعد قائمة بس تعبتنا. يعني اليوم أنا هاي الكلمة كنت دايماً استعملها وتنزور أصحابنا السياسيين اللي نحن قطاع الخاص متين والمرونة، لكن هاي صارت تستعمل ضدنا. صفينا كل ما نروح نحكي بالمرونة اللبنانية خاصة مع أصدقائنا السياسيين بيجيبونا بس أنتوا resilient خلص، وشو ما صار بدلكم واقفين. لا، مش شو ما صار بدلنا واقفين. اليوم قطاع الخاص تعب، يوم كلنا تعبنا نكون عم نتعايش مع الأزمات ونضلنا على قيد الحياة. ما عاد نقدر بقى نتعايش، بصن حقنا كلبنانيين، حقنا كقطاع خاص على القليل اليوم نقدر نعيش ونستفيد من المهارات اللي قدرنا بنيناهن، ونستفيد من هاللي بنيناه لنقدر نصدر المعرفة واقتصادنا الحقيقي اللبناني إلى العالم. منو سر انه اليوم كل بلدان العالم، وبدي سمي من بلدان مثل اخوتنا المصريين، بيجوا لعنا ليتعلموا من خبرات اللبنانيه الى مصر. ما انه سر انه بكل فخر بندعى الى مجلس الشيوخ الفرنسي لاحكي عن النجاحات اللبنانيه في العالم. نستفيد من هالنجاحات، نطلع الى قدامنا. هاللي نجح هو اللي ما تطلع الى وراء، بالعكس اللي قدر اكل ضربات وضلوا ماشي. أنا مني خايص على الاقتصاد اللبناني ولا على رجال الأعمال اللبنانيين، طالما عنا بصراحة كلمة واحدة اللي هي المثابرة، لأنه بالنهاية المثابرة هو أكبر سر للنجاح. كان يقول لي صديقي بأمريكا مرة، قال لي أنتم اللبنانيين تنجحوا لو عندكم شيء اسمه the two C's. قلت له شو هو the two C's؟ قال لي you have the communication and the connections. وين ما رحنا بالعالم مش معقول ما نلاقي صديق لبناني أو نلاقي شخص بيحكي عربي أو حتى قرايبين موجودين مش عارفين كانوا موجودين. لبناني بيحكي ما بيوقف يحكي، وهيدا التواصل اللي عنده إياه مع العالم هي كمان الميزة اللي لازم نستعملها. يا أخوتنا نبني اقتصادنا داخلي، لكن اقتصاد إلى العالم، إلى كل الكرات. ما بدنا نترجى حدا يستثمر بلبنان، لكن ما بدنا نهرب حدا يستثمر بلبنان. نحن خيارنا كان نبقى ونستثمر وننمى، خيارنا موجود ومنرجع عنه. شكراً.